كي شغل ديك لاباج اللي نطلعوها يا ورا روح ليا يا روح لك كيف اللايف كيف اللايف يا روح ليا تشكلي على الله يا روحي رانا نهضروا يا روحي وانا يا روحي يا روحي يا روحي صيي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي السلام عليكم وأسعد الله مساكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق خبر حزين جدا يتعلق بالفكاهي من ذوي الهمم ابن ولاية مستغانم وناشط على منصة تيك توك والمدعو إبراهيم زكروط. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. فجعل الموت في الساعة الأخيرة الفكاهي من ذوي الهمم ابن ولاية مستغانم والناشط على منصة تيك توك إبراهيم زكروط بعد إعلان وفاة والدته رحمها الله، وألهم ذويها الصبر والسلوان وأسكنها فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون.